يا سرساج انت وهو. أنا شاهد يا جماعة، سيد كباكا كان لازم يدافع عن نفسه. كان عايز يقتلني، كنت هعمله إيه؟ أحب على دماغه؟ أروح أقمص عليه السيدة؟ أقول له الله يسامحك؟ كلامك مظبوط يا سيد، مش كده؟ يلا المأمور. عشرة على عشرة.
شال منها البطارية، كل يوم تتغسل والبات متغطية، وكل ما ربنا يكرمنا بحتة اكسسوار أركبها فيها. تعالى وفرع الكل. نورت يا سيد، الحمد لله على السلامة. طباخة مش معقول، الحمد لله على السلامة. الحالة نورت في الثاني يا راجل، ألف الحمد لله على السلامة. طباخة كل شهر، مش خشبه بيدفع لك الفلوس اول باول؟ فلوس؟ فلوس ايه يا فلوس؟ انا ما يهمنيش يا اخويا الفلوس، انا يهمني الناس. انت مش رجع؟ خلاص كل يوم والتاني البوليس هيهجم علينا بالليل والنهار. شبهتنا جنبك. خش. ايه؟ انا لو كنت اعرف اللي حصل بيسيبنا ليك في وشك كنت طفل فيه. خش. خش. ان شاء الله هتفتح صفحه جديده. احنا كل يوم بنفتح صفحه جديده. قصدي يعني كفايه عليك كده، اديك جربت حظك مع الشقاوه، ما خدتش منها حاجه غير البهدله والمرمطه في السجون. اسمع نصيحتي يا صاحبي، الاجرام عمره ما بيعمل مستقبل لحد. يا خشبه مالك تكلمني كلام زي اللي بيقول الوعظ بتاع السجن؟ هتخليك حلو مال. الورشه بتعمل 150 جنيه كل يوم، تعالى معايا شريك بشغلك وانا راضي. يا كباكا ده انت كنت ميكانيكي زي الفل زمان. العربيات دلوقتي موديلاتها اتغيرت والموتورات اتعقدت، وانا سبت الشغلانه دي من زمان. اصغر صبي عندك يفهم احسن مني دلوقتي، وانا كمان بتبذل بسرعه. نفسي يسر. نفسي اعرف يا سيد انت عايز ايه بالظبط. انا نفسي مش عارف انا عايز ايه بالظبط، وبرضه خاشف كلامك على عيني وراسي. ان شاء الله هنفتح صفحه جديده، بس امتى بقى؟ خليها للظروف. تيجي تبص معايا على الدنيا الحلوه؟ بكره نزهق منها. ايه؟ وبعدين معاك؟
اكبر. دي تصبروا بص يا عبد العلوم. لا، ولما ترجع لنا تاني عن قريب ان شاء الله عشان تترحل هنكون غيرناهولك. خد انت. لا على ايه؟ انا لا عايز طقم جديد ولا طقم قديم. طب هي اوامر مني يا باشا؟ لا باشا. سلام يا باشا. سلام. حياة انت يا بنت اللي وحشتيني زي ما عاملين ايه؟ مش هنا الكلام ده، مش هنا يا اختي، وانا عايز ارجع سجن تاني وتشرفني معايا انت كمان. لا وبعدين يا سعاده الباشا؟ لا ابدا، اصل الحقيقه انا ما انت عارف انا كنت مسجون وبعدين الشغل خطفني. انما برضه بالاسم والاحترام هي يا باشا. السلام عليكم. مع السلامة يا مصطفى. كتر خيرك. مصطفى. ايه يا درش؟ ماشي من غير ما تسلم عليا. ما انا شفتك مشغول باللي حواليك. يا راجل مشغول ايه؟ انت دلوقتي يلزمك شويه فرفشه. ايه رايك؟ تيجي عندي بقى وتحمي نفسك من هم السجن ده كله. كتر خيرك يا بدر. يا سلام عليك. انا عارف انك انت ما كنتش حاضرني في السجن عشان شغلتي. لكن انت راجل جدع وشغلتنا برضو فيها ناس جدعان. ها ايه قلت ايه؟ قلت الحمد لله على سلامتك. طب بلاش دي. فلوس. الف، الفين، ثلاثة، زي ما انت عايز. مستور يا بدر. تعالى هنا، رايح فين؟ تعالى يا راجل، تعالى اركب معايا. لا اصل انا هاخدها ماشي من هنا تخريمة يعني. انا عارف ان دماغك ناشفه. خد نمر التليفونات بتاعتي علشان تتصل بيا في اي وقت. يا بنات التليفونات اتغيرت ولا زي ما هي؟ يعني في اللي اتغير وفي اللي زي ما هو. اكتبي لي النمر كلها قديم وجديد. اوكي يلا يا بنات نمركوا يلا. كام؟ ايه 5-3-9-2-6-3. شوف يا درش، انا احب ارد الجميل، وانت ياما شلت عني بلاوي في السجن، وهبقى مبسوط جدا لو في يوم من الايام رديت لك الجمايل دي كلها. تليفوناتك، اتصل بيا في اي نمره هتلاقيني فيها. ماشي، مع السلامه. سلامه يا بنت.
انا مصطفى يا ست سليمة. مصطفى ابو العز. اتفضل يا ابني، الباب مفتوح. ازيك يا ست سليمة؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شدة وزالت يا ابني. اتفضل استريح، اتفضل. قلب انقبض لما لقيت الشقة مقفولة وملهاش حس. شقتك زي ما هي يا ابني، مفيش حاجة فيها تمثل. المهم أهل البيت. مراتك، الموت كان رحمة ليها يا ابني، أنت كنت قادرة الناس بمرضها. والبنت يا ست سليمة؟ بخير. أمال هي فين؟ عند اللي يقدروا يرعوها وياخدوا بالهم منها. انا يا ابني زي ما انت شايف ليل ونهار وانا راقبه، ما كنتش هقدر اشوفها وراعيها. مش عند ناس طيبين؟ في ملجا. طير يا ابني واضمر، انت عارف ان الدنيا تقل خيرها ومحدش ضامن ظروف الناس. مفاتيح شقتك اهي يا ابني، ودي يا ابني الجوابات اللي كنت بعتها للمرحومه وما جالكش رد منها. في ناس نصيبها من الدنيا الحزن وبس. محدش كان بيسأل على المرحومة قبل ما تموت. مفيش غير البوسطجي اللي كان بيجيب لها جواباتك. والأصحاب. انسى اللي فات يا ابني، ما تفكرش غير في بكرة في أيامك اللي جاية. جميلك مردود يا ست سليمة. بتتكلم جد يا مصطفى؟ الدين أمانة يا حاجة. لما الأجل يفرغ عايزك انت اللي تدفني يا ابني، بكده تكون رديت الجميل ووفيت الدين. الأعمار بيد الله، محدش عارف مين أجله هيفرغ الأول. ربنا يديك طولة العمر. طب انا متعدد اطلع خلو او اخش مزايا. الازازه اللي بتعلي دي اسمها ايه؟ سميه. ايوه هي سميه. بس دي بتقعد مع المعلم ابو حلق ليلاتي، وده الراجل فلوسه كتير ما تقدرش تسيبه. حلق ليلاتي؟ ليلاتي. كل ليله مع ابو حلق. وخايفه الصبايا تلوعك في الحب يا حلو مالوش دواء. مش ده عنده عربيه مرسيدس؟ مرسيدس. لونها احمر. لونها احمر. حتى نمرتها 185 969. ايوه بالظبط. ملاك جيزه. 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 في الحب يا حلو مالوش دواء. وخايفه الصبايا تلوعك في الحب يا حلو مالوش دواء. لا يا عم احنا مش قد فلوسه. هات واحد اديك قاعد معانا، وانت ورزقك والليل واخره.
انت عتر قوي. حساب كام عشان ممكن اقوم في اي لحظه؟ ادي العكنانه بقى اللي على اخر الليل. ليه؟ هو انت معكش ستاب؟ معايا ستاب بس مين في نفس بقى فك مسمار ولا يلف كريه؟ ناخد تاكسي تيجي الصبح تغيرها. تاكسي بس في وقت زي ده؟ الله مساء الخير. لا نور، في حاجه؟ انا شايف ان في عندكم مشكله. العجله نامت. بدا عليها نامت من مده طويله. بسيطه، مش في ستاب مع حضرتك ولا تحب اوصلكم بعربيتي في اي حته؟ لا الستاب موجود والحمد لله. خمس دقايق كل حاجه تبقى تمام. طلع الستاب من الشنطه. ماشي يلا. انت ما دام ما ينفعش تقف في الشارع كده تاخد لك الجرد انت لابسه هدوم خفيفه. ما تتفضلي استراحة في العربية لغاية ما نخلص العادة. وعربيتك فين؟ موجودة. يلا. اشكر يا اخي. حقيقي لسه في ناس ولاد حلال. اتفضلي. ايه دي عربيتك؟ اه هي مش قد المهام بس القعدة فيها أحسن من الوقفة في الشارع برضه. انت هتعمل ايه؟ هننزل جنب البيت عشان نبقى مع بعضينا برضه. اه. عجلت مش نايمة. عندك شقة ولا هتاخدني عند واحد صاحبك؟ شقة ده ايه؟ انا عندي احسن من الشقة. هتقولي فيلا واطلع سلالم ليها اول ولا اخر، وفي الاخر الاقي نفسي في اوضة على السطوح. بشر ولعت. مش كده؟ بيني وبينك جديد. مش قلت لك في جليم مخبأ فيهم؟ بالسلامه يا مرحبا يا مرحبا. اتفضل يا اخويا. اهلا حبيبي. خبي فرحتك في قلبك يا سكري، مش عايز حد يحس بيا. ليه؟ دي كل الحته بتحبك. الكلام ده كان قبل السجن، لكن دلوقتي الله اعلم. الله يجازي ولاد الحرام. هما فين دلوقتي ولاد الحرام؟ ولاد الحرام كبروا قوي وسمنوا قوي 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 قوي. انا شايف محل الخردوات بتاعهم مقفول. ويطلع ايه المحل ده ولا اي حاجه بالنسبه له؟ تعرف طريقهم؟ طريقهم معروف، بس نصيحة مني يا ابن الناس، لأن محدش يقدر يقف قصادهم، وكمان ما يحبوش حد يقف في سكتهم. أنت شايف كده يا سكري؟ انسى اللي فات يا درش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شركة الأصدقاء ألاقي فيها حد دلوقتي؟ مواعيدهم من 10 ل 4 ومن 6 ل 10 بالليل، وأحيانا كثير بيسهروا. كتر خير، العافية بيك.
حضرتك قلت لي المبلغ كام؟ مليون، مليون ونص. مستعد اشتري لغايه 3 مليون دولار وبسعر السوق. سعر السوق لا يا سروري. ايه عايز اكتر؟ شوف يا سروري، اختصارا الوقت 3 جنيه ونص للدولار، كل اللي انت عايزه موجود، ان شاء الله 5 مليون. انت بتتكلم جد؟ ده سعر دولار المخدرات يا سروري. انت عايز الفلوس دي عشان تمول بيها صفقات حشيش وهروين، والبضاعه دي بيبقى الدولار بتاعها غالي زيها بالظبط. ومين قالك يا طارق بيه ان الدولارات دي علشان المخدرات؟ خلاص هات لي ما يثبت انك عايز تشتري بيها حاجه تانيه وانا مولك وبسعر السوق. اي خدمه؟ عايز طارق بيه او صفوت بيه؟ اه في معاد يا فندم؟ لا مفيش. طب ممكن اعرف حضرتك عايزهم بخصوص ايه؟ احنا معرفه قديمه. اسم حضرتك ايه؟ مصطفى ابو العز. اتفضل استريح يا فندم. حاضر يا فندم. اتفضل يا معلم مرسي، صفوت بيه في انتظار حضرتك. ايوه ايوه يا طارق بيه، في واحد عايز يقابل حضرتك، بيقول ان معرفه قديمه. مصطفى ابو العز. مصطفى ابو العز؟ خليه عندك لغايه ما اقول لك تعملي ايه بالظبط. اتصرف معاه بطريقتك. وإذا طريقتي ما نفعتش؟ يبقى هتصرف أنا. ماشي. الحمد لله بالسلامة يا مصطفى. الله يسلمك. تشرب يا درش. شربت قهوة وأنا قاعد بره مستني الإذن بالدخول. معلش كان معايا مكالمة من لندن. ما تزعلش يا مصطفى. السجن علمني طولة البال. المدام وبنوتك الحلوه ايه؟ انت بتسالني يا طارق عن مراتي وبنتي؟ امال اسال مين يا مصطفى؟ تسال نفسك يا طارق. مراتي في رحمه ربنا وانت عارف، وبنتي في الملجا لسه ما شفتهاش لحد دلوقتي، والاتفاق اللي كان بينا ما تنفذش. درش درش يا اخويا، وحشني قوي 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 قوي. الف حمد لله على السلامه، الف حمد لله على السلامه يا اخويا. استريح درش، استريح، وحشني قوي. لو كنت وحشهم حقيقي خرجت من السجن ما لقيتش حد منهم. لا 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 يا اخويا، لك حق تزعل ولك حق كمان تاخد على خاطرك، بس انت عارف يا درش ان كل حاجه بامر الله. طارق اخويا انت مش فهمته ايه اللي حصل. احنا صحيح قصرنا مع مراتك وبنتك، لكن غصب عننا، اصل بعد القضيه على طول سافرنا الخليج اشتغلنا شويه. اول ما رجعنا المشاغل بقى خدتنا. وعزه جلال الله، هو ده اللي حصل. وبعدين انت عارف يا درش ان ست مراتك الله يرحمها سابت السكن اللي كنا عارفين عنوانه، وانت عارف يا درش محدش بيلاقي حد في الزحمه اللي احنا فيها. انا ما اشتركتش معاكم الا عشان الاقي الفلوس اللي اصرف منها على علاج مراتي، وشلت القضيه لوحدي وطلعتكم منها انتوا الاثنين زي الشعره من العجين بعد ما وعدتوني انكم هتعالجوها في احسن المستشفيات. ظروف والله يا درش، ما هو صفوت شرح لك. مالها الظروف؟ ما انتوا حلوين اهو. ما هو عشان يحصل كل اللي انت شايفه ده ما كانش ممكن نفكر في حاجه تاني،
وبعدين اعمار بيد الله يا اخويا ورسول الله، اكبر دكاتره في العالم ما كانوا ممكن يمدوا في عمر المرحومه ثانيه واحده. بعدين انت عامل الله لوحده يا اخويا. ونعم بالله. 100,000 جنيه يا درش، ابدا بيهم المشروع اللي يكلك. وال 100,000 دول عشان ايه بالظبط؟ عشان ايام السجن السوداء؟ ولا عشان مرات اللي المرض قتلها؟ ولا عشان البنت الصغيرة المسكينة اللي ابتدت تعرف الدنيا جوه ملجأ أيتام وأبوها عايش؟ لا شوية شوية يا ميت ألف. وبعدين مصطفى أبو العز عمره ما كان شريك، ده أخ وأخ عزيز. طارق طول عمره إيده ماسكة. أنا مش عايز غير حقي، وحقي معروف. التلت. يا جار مصطفى أبو العز حافظك أوي يا طارق. كام دول؟ 200,000. لا زودهم. زودهم كمان 50,000 عشان يكملوا الربع. ماشي. مبسوط يا درش. فلوس ايه يا راجل اللي هتخلينا نخسر بقى؟ معقول؟ خلاص. ما دام انتوا شايفين كده خلاص. هيسكت على كده؟ احنا عملنا اللي علينا وسددنا الفاتوره يا اخويا. مصطفى ابو العز يجي هنا ضيف نقول له اهلا وسهلا ويشرب القهوه، لكن يطلب مليم زياده تتقطع رقبته يا اخويا. فضلك عايز افتح دفتر توفير باسمي بنتي. تحت امر حضرتك. سنها قد ايه؟ 6 سنين. يعني قصر. في الحالة دي ممكن نفتح دفتر توفير باسمها، بس هتبقى تحت ولاية حضرتك. يعني ايه؟ يعني محدش يقدر يسحب أي مبلغ من الدفتر إلا حضرتك أو هي، بس بعد ما تبلغ سن الرشد. أعمار بيد الله. طب افرض مت. ربنا يديك طول العمر. المبلغ كام؟ ميتين ألف جنيه. عايزة ايه؟ يعني أنا عندي بابا؟ طبعا يا حبيبتي، ومن النهاردة هتكوني معاه على طول. شفتي يا أبلة؟ طبعا يا حبيبتي. حلو جميل مش كده؟ زي الأمر. طب يلا بسرعة، أنت لسه قاعدة؟ تعالي ياسمين شوف مين هنا. انت بابا مش كده؟ مصطفى ابو العز. قلت ياسمين مصطفى ابو العز. ياسمين كبرت وبقت قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. تعالي تعالي يا حبه عيني في حضني، تعالي يا بنايا، تعالي اما ابوسك يا مش يا حبيبتي. هي جدتي يا بابا مش كده؟ ايوه يا روحي انا جدتك. بس عرفتي ازاي؟ الابله قالت لنا.
ان كل بنت او ولد لازم يكون عنده اب واحد وخاله وجده وعم وعمه. بس انا دلوقتي شفت بابا وجده، امال بقى فين الباقيين؟ يا روح قلبي يا بنتي يا روح. قولي لي يا ياسمين، هي القبله بتاعتكم كانت بتعرف تحكي حواديت وحكايات؟ كانت بتحكي، بس حكايات بتبقى بايخه شويه. بايخه؟ لا، انا بقى عندي حكايات وحواديت حلوين قوي قوي قوي، هقعد احكي لك طول الوقت. ما تشغلش بالك انت يا مصطفى، روح يا ابني شوف مصالحك. بصي بقى يا ياسمين، كان في مره زمان قوي كان في ايه، عصفوره نونو. خلص. انا ايدي مش فاضيه. ما تردش. الو، ده عشانك يا سيباد. اهلا يا درش، تحت امرك يا حبيبي. نعم الليل، عارف النايت كلاب بتاع الكون؟ ايوه بالظبط، انا هستناك هناك. مع السلامه يا حبيبي، مع السلامه. احلام يقطعني. خليك حنين امال. مساء الخير. بس حلو ملعوبة كبوت وبتاع، ولا حد هنا. ممكن سيجارة؟ ولع يا حاتم. بس العوبة دي قوي، ولا من شاف ولا من ديري. لا تخافيش، مش اي حاجة، عايز تطمني خالص. وانت مش شغال ايه يا حضرتك؟ هو انا حاكلك يا ابني؟ بقولك مش شغال ايه. انا بس احب اسمع مزيكا، يعني هاخد ده اسمع مزيكا. يا ولاد الكلب. بس حلو حلو قوي. ده خد الراديو. انا كنت عايزه نعمل له ايه؟ على رايك. Yeah.
انا عارف انت مبسوط منها على ايه يا بداره. انا مش قادر افهم انت متضايق منها ليه قوي كده يا توتو. انا اتضايق من دي ولا عشرة زيها بلا وكسة. مصطفى تعال. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا بدر؟ ازيك يا درش؟ انا كنت متاكد ان انا هشوفك بسرعه. طب انا مش هبوظ عليك سهرتك، انا جاي لك في طلب. يا جدع سهرتي ايه؟ ده انا جايبك هنا مخصوص عشان تغسل نفسك تعدل مزاجك. اقعد 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 دلوقتي. اقعد اقعد يا راجل اقعد. يا اخي انا مش قادر افهم انت من ساعه ما خرجت وانت واخدها نكد قوي. انسى يا مصطفى. مش تعرفنا بصاحبك يا بداره؟ الاستاذ مصطفى ابو العز كان زميلي في العاره في سويسرا. بس باين عليه شهم خالص. الاستاذ تامر سامح وشهرته تودو ومن المجموعه بتاعتي. راجل مش كده؟ طبعا وله ناس واللي بيقدروه. والكابتن. ايوه على فكره تودو ده بقى الحارس الشخصي بتاعي. وهو بالحاله دي؟ دي حاجه ودي حاجه. على فكرة بقى توتو ده مفيش زيه، غول ولا 20 فتوة يقدروا عليه. يخليك ليا يا بدارة، يا بدر منور، يا منور الدنيا كلها، يا عمهم كلهم. حتى حتى. يا درش، تحت أمرك. عايز مدفع رشاش او بندقيه قالي. انت عارف يا درش دي مش سكتي. انا عندي نسوان وعلى كل لون. اللي عنده نسوان عنده كل حاجه بقى. معاك حق يا درش. يبقى نقعد بقى في حته لوحدينا نتكلم فيها. خش. أنا جاي في السكة. يا دمور يا سي مصطفى خش برجلك اليمين. يا بوبس ما رحتيش الشغل ليه النهاردة؟ خلصت بدري النهاردة. برافو هايلة. وأنت يا حياة أنا على التليفون. خلصت بدري عشان بيزعوا منك بسرعة. توتو إذا كنت غيران اعمل عملية. ليه وانا داعي عصافير؟ وبعدين معاكم بلاش مناقشه بلاش هيفا ولا شغل. اتفضل يا باشا. اتفضل يا سي مصطفى خش اشتغل. ربنا يقويك. شوف بقى يا باشا انت مش قد طارق شاهين ولا صفوان شلبي. تعرفهم كويس يا بدر. ما انت قلتها لي. اللي عنده نسوان عنده كل حاجه ويعرف كل حاجه. توتو تعرف ايه عنهم؟ كتير قوي يا بدر كتير قوي. ناس مفتريين قوي وواصلين قوي وجامدين قوي. كل حاجه عندهم بالقوي قوي. يعني اللي يلعب معاهم لازم يخسر يا درش. أنا طبيعي خسران. خسران فلوس، خسران سنين ضاعت من عمرك في السجن، لكن الخسارة المرة دي ممكن تبقى عمرك كله. حتى ده كمان خسرته يا بدر. أنا في دماغي حاجة عايز أعملها. لوحدك ولا معاك حد؟ لوحدي. بتصعب الحكاية على نفسك يا درش. بالشكل ده تبقى بتنتحر. وإحنا جاهزين للمساعدة. مش مالي عينك، مش كده؟ معلش. على رأي المثل اللي ما يعرفش يقول عدس. أصلك ما جربتنيش. كمان عايز نجربك؟ في الشقاوة مش في حاجة تانية. وبعدين معاك يا توتو مصطفى لسه ما يعرفكش. شوف بقى يا درش أنا مش هقول لك لأ، لكن كمان مش هسيبك تغرق. خدمتي ليك إني هساعدك على قد ما أقدر. أنت يلزم معاك حد، لكن مش أي حد. وبعدين أنت محتاج لمعلومات كتير،
عشان كده مفيش لزوم ابدا للاستعجال. اما حكايه انك في الرشاش فاتصل بيا بكره اكون عرفت هيوصل امتى وازاي. البنت دي رجليها حلوه مش كده؟ مش رجليها بس، هي كلها حلوه. انا اللي نفسيتي مش حلوه. يبقى ما ينفعش. مساء الخير يا ريس. اهلا رجاله. بدر سليم والحساب خالص. والتسليم ازاي يا ريس حسن؟ بنفس الطريقه بتاع العمليه اللي فاتت ونفس المكان، والزبون فهم التعليمات كويس. الميعاد امتى يا ريس؟ الساعه 4. ايه الحكايه؟ الزبون اتاخر قوي، نستناه 10 دقايق، ان ما جاش نمشي. شكلنا كايه بملفت النظر واحنا قاعدين كده. ما تيجي نقعد جوه شويه بعيد عن العربيه، وانا عارف بدر وعارف عربيته كمان. والشنطه؟ ما تسيبها، ما احنا قاعدين جنبها. واحد زي بدر سليم محتاج السلاح ده في ايه؟ يا عم النسوان بتتخطف اليومين دول، لازم احافظ على بناتك. خد يا عم عتريس. شكرا يا ابني. خد يا عم راجل. شكرا. ولع يا ابني. اتفضل يا عم. اهلا 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 بالرجاله بالوحوش، ازيكم؟ احنا جاهزين للتسليم. واحنا كمان جاهزين يا اخوي. بس التعليمات اللي عندنا ان التسليم لبدر بيه ذات نفسه. وبدر بيه جاي ورايا، بس انا لازم الاول اجي يا حبه عيني عشان امسح المنطقه وامنها. الله، مش شنطتنا دي؟ هي بعينها. انا عندك انا عندك مولى انا عندك أوي. بس بس سيبهولي يا حبيبي انت وهو. ايه يا حبيبي؟ مفيش حد مالي عينك ولا ايه؟ البتاع اللي في ايدك ده تسوق بيه حنطور. ابعد يلا، لاكلك كرباج ارجعك راجل تاني. بلقيتش غير عربيات اصحابك يا كباكا. والله لو جمعنا تاني يا قمر.
يلا انتوا براء يلا. الله، طب ما دام انتوا اصحاب وحبايب كان لازمتها ايه البهدله دي يا وحش؟ ايه الايام السودة اللي السرقه فيها بقت صعبه دي؟ الشنطه دي فيها ايه خلتنا كنا هنقطع بعض؟ حشيش ولا فلوس؟ مدفع رشاش. يا نهار ازرق، صوته مسلح ولا اغتيال ولا معروض للبيع؟ ايه رايك تبقى مع اخوك مصطفى؟ قوي، بس افهم ايه الحكايه. بقول تتغدى معايا في البيت ونتكلم. ماشي. بقول لك ايه يا عم بدر، ما تبقى تفتكرني في حاجه حلوه من عندكم. بقول لك عنده حاجات ايه؟ صواريخ. ماشي. دعمي ولا خلي يا بابا؟ ده صح. يعني قريبنا برضو. بالظبط كده. اسمك ايه بقى يا قرينا؟ سيد. سيد ايه؟ سيد كباكة. كباكة؟ يعني ايه كباكة؟ شغلانة بقى وحد دخلنا في متاهات باين. حاجة كده زي البطاطا. تعرفي طبعا البطاطا. لا معرفهاش. الظاهر ان البطاطا مش في قصة الملاجئ. ياسمين كانت في الملجأ. سهلة. خدها زيارة لمولدي السيدة. هتعرف البطاطا والكشري وحمص الشام والترمس. والبليلة. اسمين هتاكل معانا ولا مع جدة سليمة؟ كنت عايزة اكل معاك ومع قلت اسمك ايه؟ كباكة. كان نفسي اكل معاك ومع كباكة، بس ما يصحش اسيب جدة سليمة تاكل لوحدها. طب يلا حبيبتي على جدة سليمة عشان مستنياكي. بس هنشرب الشاي سوا. ماشي يا كباكة. لذيذة بنت. مستني ايه؟ يلا اتجوز عشان ربنا يرزقك بولد ولا بنوتة. ده انا يوم بره وعشرة في السجن مصطفى. اخلف عيال عشان اعذبهم ليه؟ بسم الله. قبل ما يبقى بينا وبين بعض عيش وملح جديد لازم اعرف ايه المطلوب مني بالظبط. جاز ما اقدرش اعمله، وانا من النوع اللي ما اعرفش يغدر ولا يخون ولا يهرب، وحكم العيش والملح على رقبتي زي السيف بالظبط يا مصطفى. انت بتكسب كام من كسر العربيات؟ المساله اصلها مش مساله فلوس وبس، مساله ان انا احب اشتغل الشغلانه اللي اعرفها واحبها. خدني على قد عالي، يقول لي بتكسب كام؟ اصلها بتبقى ارزاق. ساعات تلاقي شنطة محشية فيها ساعة، قلبين دهب، إزازة ريحة، شوية دولارات، حاجات كده. وفي شنط ضام أشفرة، شنط الدكاترة مثلا، تلاقي فيها روشتات، عينات أدوية، سماعة. ولا شنط المحاميين. أنا مرة كسرت عربية، طلع بتاع محامي عنده قضية ليا، ولقيت القضية جوه الشنطة. رجعتها له طبعا. لا، قريت مذكرة الدفاع ما عجبتنيش، رميتها في النيل. انت عندك عمليه كبيره درش. لو نجحت يبقى ضمنت مستقبلك طول العمر، ولو خابت هتلاقي نفسك مستريح جوه قبر. قبر مره واحده. متهيألي السجن احلى درش. الحراميه لما بيسرقوا بعضك كباكة الحكومه بتبقى بره اللعبه. الحساب كله بيتصفى ساعه العمليه والحكومه بعيد. الفلوس دي تستاهل ان الواحد يخاطر بعمره علشانها؟ مش اقل من نص مليون جنيه. وانا نصيب هيبقى كام؟ خد اللي يكفيك. انا عندي حساب بصفيه. وانا عليا ليك دين يا مصطفى لازم اسدده. امرته لسه في ايدك. بسم الله درش. بنك. بنك؟ قول تلات اربع بنوك في بعض. وانت عايز تطلع الشركه تهجم وتاخد الفلوس وتنك نازل. ايوه. انت فاكر نفسك فين يا حبيبي؟ انت في مصر. لو فردت كاوتش فرقعت تلاقي امم اتلمت حواليها. انت لو طلعت مش هتقدر تنزل. ازاي؟ هتلاقي على كل سلمه تلات اربعه من السابعين واقفين ساكنين في وشك السكه. وحتى لو قدرت تنزل مش هتقدر تمشي في الشارع 10 خطوات على بعضيهم. هتلاقي فجأة الحتة دي بدرة أمم واقفين بيحلقوا عليك. طبعا انت دلوقتي بتفكر ان انا قفلتها لك،
امال انت عملت ايه؟ اسمع يا مصطفى، الفلوس دي زي ما بتدخل زي ما بتخرج تروح حته تانية. احنا نعرف هي بتروح فين ونصطادها في السكه. هو ده الشغل. ايه هنستنى كتير النهارده؟ لا طبعا يا فندم، طارق ده مستني حضرتك جوه. اهلا اهلا اهلا. على فكره الدولار زاد قرش النهارده. لا مفيش مليم زياده عن التلاتة جنيه ونص. مليون جنيه ربط الكلام. هما فين المليون جنيه دول يا اسرور باشا؟ الشيك قدامك اهو. ايوه بس ده حته ورقه، احنا في تعاملاتنا فلوس قصاد فلوس. انت مش واثق في الشيك ولا ايه؟ مش مسألة ثقة يا أسرور باشا، احنا بنشتري الدولارات من السوق كاش، والملايين اللي سعادتك طلبتها لميناها من السوق بفلوس سيئة، زائد إن احنا ما بنحبش يبقى لنا تعاملات مع البنوك. تبقى الحكاية يلزمها ترتيب تاني. والله أنا تحت أمرك، وقت ما تكون جاهز احنا دايما جاهزين. مش كده برضه ولا ايه؟ بتخليك معانا هنا شويه. احنا مع بعضينا كلنا. ان شاء الله تكون مبسوط يا سيد. يلا حبيبي يلا، احنا ناقصينك. ليك حق، كله عند بدرة لازم يتمسك. كفاك يا صاحبي، اي عمليه بتتم جوه البلد بتبقى مفضوحه ومش ممكن تنجح. ما هو برضو اي فلوس هتخرج هتبقى قليله. انا عايز ايرادي اليوم كله. ده انت طيب قوي يا اخي. طب قول ايرادي يومين ثلاثه. اصحابك يا درش بيشتغلوا مع تجار المخدرات، واصغر عمليه بتاعت 2-3 مليون جنيه. دولار يا سيد. دولار؟ دولار؟ ده انا لو قعدت العمر كله كسر عربيات مش هلمي 100,000. وهنعرف اخبار اي عمليه من دول ازاي يا لورد؟ لورد، تعرف ان الاسم ده لايق عليا قوي. ايه رايك يا تودو؟ جميل رائع، ما حصلش، كأنه معمول مخصوص علشانك. خلاص أنا منعت نفسي اللقب ده، اعمل بيه نشرة في الوسط بتاعنا كله عشان يعرفوا اللقب الجديد بتاعي. أؤمر يا لورد. كوكي. أمرك يا لورد. أخبار زباينك بتوع الحشيش إيه؟ فل الفل. اللورد يقصد الاستيراد والتصدير عندهم أخباره إيه؟ يوه ما أنا فاهمة يا توتو. أي معلومات عاوزها تكون عندي أول بأول. امرك يا لورد. الله، هو انتوا خطط بتاع المخدرات بتعرفوها برضه يا لورد؟ وخطط البوليس كمان يا سيد. اي معلومات تحتاجها او عايزها تلاقيها عندنا، حتى لو كانت في السياسه. صاحبك قالها حكمه، اللي عنده ستات يبقى عنده كل حاجه. يا ده انتوا جامدين قوي. ولا انت شايف ايه؟ جامدين قوي يا لورد. يلا يلا اجري. على ايه؟ لا اسحبها قوم يا لورد. كده هاي، ده انت نورت الدنيا. بيها يا اشرف. اسمع يا درش، احنا صحيح زمالة برش وعشرة اروانة، لكن الشغل شغل. طلباتك يا بدر. انا شريك بالتلت. ماشي، المندوب بتاعي معاكم هيكون توتو. توتو؟ توتو هيعمل معانا ايه في العملية دي؟ طول بالك، يمكن العملية سهلة يا سيد. لا سهلة ولا صعبة، ده حتى يبقى فال وحش. لا، العملية صعبة جدا، وانت ومصطفى مش كفاية، يلزمكم تالت. طيب، احنا نعرف تفاصيل العملية الأول، واحنا اللي نقدر الذكريات تحتاج تالت ولا رابع. سرور الحناوي اشترى 3 مليون دولار من طارق وصفوة، والتسليم بكرة. امتى وفين وازاي؟ قبل ده كله لازم تعرف ان البوليس عارف كل حاجة. والبوليس عارف ازاي يا بدر؟ ما هي المعلومات اللي جات لنا دي جات لنا من بنت بتشتغل مرشدة مع البوليس. ما احنا نساعد البوليس برضو علشان يخدمنا وقت الزنقة. بس يا خسارة، بلغت البوليس قبل ما تبلغنا. العملية دي لو ما كانش فيها البوليس كانت بقت سهلة قوي. عايزنا نخش في عملية فيها البوليس يا بدر. وفي ايه؟ مفيش حلاوة من غير نار. طبعا يا عم بدر، قول لنا ايه المعلومات اللي عندك واحنا نقيس ونقدر.
خطة العصابتين سهلة جدا. عربية عصابة المخدرات هتقف على جنب الطريق على أساس إنها عطلانة. هتكون عربية نص نقل فيها شوية شوالات جواها الفلوس المصري. عربية الدولارات هتكون نص نقل برضو، هينزل اللي فيها بحجة المساعدة في العربية العطلانة. وطبعا هيتم التبادل. لا، مفيش حاجة هتنزل من أي عربية. الرجالة بس هم اللي هيتغيروا، هيتبادلوا العربيات باللي فيها. أظن سهل قوي إننا ننفذ العملية بتاعتنا من غير أي خطأ، علشان تبقى القضية قدام النيابة من غير ولا ثغرة. طب وليه التعقيد ده كله في عملية التبادل؟ وليه أصلا اللي جوا الأماكن متطرفة؟ لأن كل الأماكن الخاصة بالعصابتين خضع لرقابة شديدة ليل نهار، وهم عارفين كده كويس. والميعاد إمتى بالظبط يا فندم؟ إحنا شغلنا هيبتدي فجر بكرة لغاية العملية ما تخلص. كان متهيألي هعيش طول عمري محبوسة جوه الأوضة يا مصطفى. ليكي عليا فسحة كل يوم لو أنت عايزة يا ست سليمة. بقولك إيه يا مصطفى؟ نعم. مين الجدع اللي بيجيلك ده اللي اسمه كباكة؟ ده صاحبي. من إمتى؟ من يومين كده. شكلك ناوي على حاجة يا مصطفى. يا ست سليمة أنا ماليش في الدنيا دي غير ياسمين بنتي وطارها وطار المرحومة أمها. الطار مش هيفيد بنتك ولا المرحومة أمها. طوعني يا مصطفى، طوعني يا ابني، عيش لبنتك وبس. اللي ابتدى مشوار لازم يكمله يا ست سليمة. تعرفي بقى تدخلي فيا جون؟ الاول انت اهلي ولا زمالك؟ اهلي طبعا. اهلي؟ يبقى ما اقدرش اجيب فيك جون. خد تايك وحقاش. بقول لك ايه يا حبيبنا؟ عايز 5 طفايات حريق. حضرتك قلت 5؟ 5. واحدة عشان العربية دي، واحدة عشان العربية التانية، وده عشان الفيديو، وادي 2 عشان السخان. عندي السخان بيولع كل يوم. وانا اديك شر المستخبى يا بيه. أنا ماليش في السلاح، لا غاوي ولا بحبه. خليه معاك يا سيد، احتياطي. ملوش لزوم يا مصطفى، ده مش نوقة الحد. بقولك إيه، هات المسدس وأنا ألعب بيه بدالك. مفيش دعوة بالحاجات دي خالص. Yeah.
هدف واحد استقر في الاستراحة 3 بالكيلو 40. الله وبركاته. يلزم اي خدمة؟ هذا العربية سكت عليها، عمود سكت معايا. مبروك يا طارق بيه، كل مباحث المخدرات والاموال العامة مشغولين في عملية كبيرة قوي عند الكيلو 40 في طريق مصر اسكندرية الصحراوي. تمام يا طارق بيه؟ 100 100. العربية دي تبع أصحابك ولا تبع بتوع الحشيش؟ دي عربية الدولارات بتاع طارق وصفت. خلي بالك يا سيد، احنا عايزين فلوسهم وبس. طبعا احنا مالنا احنا ومال فلوس الجماعة بتوع المخدرات. بس بيني وبينك، العيال أصحابك مخهم نظيف، المقلب اللي عملوه في البوليس بيقول كده. هو في ايه يا باشا؟ اكيد العمليه بتتنفذ حته ثانيه يا باشا. حد منكم يعرف مكانها؟ واذا عرفناه هنوصل لها امتى؟ قول لي يا اخينا، هو الدبان هنا كتير كده ليه؟ حد بيربيه ولا هو كده؟ هذا بالمودة يا بيه، احنا هنا واخدين عليه. انتوا واخدين عليه، لكن الزباين النضاف اللي زينا لا. يلا شيل ده وهاتي الكلوزه، بس تكون مقفوله، وهاتي بيروسوفش حواليا. امر سعادتك، بس احنا ما عندناش الا فلت. لا فلت لا، بيجيب لي حساسيه ما اقدرش اشمه، اروح الاسعاف على طول. الدبان اهون. لا خليها، خد. Thank you.
جماعة السرور وصلوا ورانا. مواعيد مين يا ريس؟ هدي السرعة شوية يا سيد، خليهم يبعدوا أكتر عشان ما يحسوش بحاجة. شكلهم كده ناويين يقفوا في أي حتة. لا ما أظنش، لازم حتة هادية وفيها شجر عشان يبقى ساتر. الزكاه دي فيها فلوس المصري لسه الدولارات. يلا يا سيد بسرعه. Bye.
حتة مأمونة اركن فيها يا سيد. حاضر. كانش في حتة أمان غير دي يا سيد. اه صحيح. أنا اللي جابني هنا. احنا نروح حته تانيه امن. ايه هتعمل ايه؟ ده انت اخترت امن حته من غير ما تدري. كباكا عايزك تعمل فيا معروف اخراني. انا فديك بعمر يا مصطفى. بنتي بنتي ياسمين ما عادش ليها حد في الدنيا غير اخويا عمها. ممكن توصلها له؟ هوديها لعمها تعمل ايه وانت موجود؟ الكلام الحلو ما بيطولش العمر يا سيد. اخويا مزارع في الصعيد الجواني في بلد صغيره اسمها تحت الجبل مركز الهواره. انا هوديك اقرب مستشفى. مش هتلحق. مش هتلحق يا سيد. انا عايز البنت تعيش مستوره. كان نفسي تكبر وتتعلم واشوفها عروسه. خد يا سيد الدفتر ده فيه قرشين باسم البنت. الفلوس معاك. خد اللي يكفيك وحاسب بدر سليم والباقي وصله مع الدفتر والبنت لاخويا. ودلوقتي اهرب يا سيد. انا ما اقدرش اهرب واسيبك يا مصطفى. ما تبقاش عبيط امال. البوليس لو جه ولقى فيا النفس هو هيقوم باللازم ويوديني المستشفى. واذا لقاني ميت برضه هيقوم باللازم. وكده او كده مش هتفرق معايا. مصطفى. مصطفى. فلوسنا سلمت لكم كامله يا صفوت دي واهي قدامكم اهي سليمه. الدور والباقي على فلوسكم. قصدك ايه يا سرور باشا؟ ما العباره واضحه زي الشمس. فلوسنا محفوظه، فلوسكم هي اللي اتخطف. ده مش اسمه كلام يا سرور باشا. الله الله، ما نجيب النيابه بقى تفصل وتقول لنا مين فلوسه اللي ضاعت. اسمع يا سرور باشا، الفلوس اللي ضاعت مسؤوليتنا احنا الاثنين، ورجوعها برضه مسؤوليتنا احنا الاثنين. غير كده مفيش كلام. الراجل اللي مات عند الكوبري يبقى توتو. توتو؟ مين توتو؟ شفت؟ سرور ورجالته يعرفوا توتو. يعني هما المقصودين مش احنا. انا شفت مصطفى ابو العز بعناية. مين اللي كان معاه غير اللي راح في داهية؟ والتالت. بس قلبه ميت. اه صفت. طب سيب سرور ورجالته يوصلونا لمصطفى وزميله. ما هو اللي يعرفه توتو يعرف اللي وراه. مظبوط. يا فندي العربية من جوه مليانة دم. امال انا بنضفها ليه؟ اصل كان معاه دكرين بط فرفرهم الحر لحقتهم بالسكينة جوه العربية. خد هدمك ورابسه عشان ريحه الدم ما تطلعش. ليك علي ايه؟ هنضفها لك واخليها لك فل الفل. وانا عينيا ليك. حجر تاني يا حبيبنا. سرور باشا تعليماته واضحه. محدش مننا خارج من هنا الا في حالتين اتنين. يا نعرف مين الاتنين اللي كانوا مع توتو يا هناخد راسك ليه في شنطه. تحب ايه؟ سلمت راسك يا لورد.
ده احنا عاوزينك. قول لهم وخلص نفسك. خليك عاقل زي الوز بتاعك. ما اختلفناش يا سرور باشا. مصطفى ابو العز كان قصدنا ومخطط لسرقتنا. لكن المعلومات وصلته ازاي؟ ومن اي حته؟ من عندك. كل اسرار العمليه طلعت من عندك. تنكر؟ احنا مش هنحاسب بعض دلوقتي. مصطفى صاحبكم القديم وانتوا عارفين طريقه. هو دلوقتي نايم جنب توتو في مشرحة الإسماعيلية. البوليس عطر عليه ميت في جبانة قرب أبو صوير. تبقى الفلوس مع الواد اللي اسمه كباك. اهو ده بقى ما نعرفوش ولا عمرنا سمعنا عنه. وبدري ما اعرفش عنه حاجة غير اسمه. يا سرور باشا، كلم أصحابك في البوليس يجيبوا لنا البيانات المطلوبة عنه من الدوسي بتاعه. قلبك أبيض. هو الدوسي بتاعه هيكون في إيه يعني غير العنوان والبصمات وعدد الثوابت؟ أنا هعرف إزاي أجيبه. عوض. تحت الأمر يا باشا. بناقص ربع كيلو هيروين مخلوط، اعملوا تذاكر مجانية ووزعوا على الحبايب لغاية ما نعطر على كباكة. عشان كده مصطفى بعت ناخد ياسمينة حاجة سليمة. تاخدها على فين؟ هاخدها عند عمها في بلدهم، هي دي وصية المرحوم. طب مش الصباح رباح يا ابني؟ عايزها تبات في حضني، اصلها امانة حاجة. سيد كباكة، سيد كباكة، أنا ما سمعتش عن الاسم ده قبل كده. هتدفع تعمل التذكرة عن أمك. طبعا أعرف، كان مسجون معايا، بس فين أراضيه دلوقتي الله أعلم. سيد كباكة ده الجام، بس وادع عترة. عايز منه إيه يا ساعة الدقيقة؟ أبدا، عايز منه خدمة. لو تعرف مكانه، ديك عندي جرام أبيض. جرام واحد؟ اتنين جرام. اتنين جرام؟ يا حلاوة يا حلاوة، طول عمرك وش خير عليا يا كباكة. طبعا اعرفه ساعة البيت، ده ابن حتتي ومتربي معايا. احنا رايحين فين؟ مسافرين. عند بابا؟ لا بابا سافر حتة بعيدة قوي. احنا مسافرين عند عمك اللي هو اخو بابا. يعني زي بابا؟ تقريبا. مش شبه بابا؟ والله يمكن ويمكن لا. لكن بقى سافر فين؟ وازاي سافر كده من غير ما يقول لي؟ اصله سافر سفريه ما كانتش على البال. الحاجات اللي انا كنت معانا واحنا مسافرين؟ عشان ما نحتاجش حاجه من حد. واحنا مسافرين دلوقتي؟ دلوقتي صعب. اللي زي ما يقدرش ياخد الضواحي بالليل. منه لله اللي عامله كل مترين كمين. خديها على طول. الحمد لله على السلامة يا سيد. يا احلى راجل في الحتة. دورت الحتة اسع راجل يا ابو الجدعانة كلها سيف. يا ده شيخ هتعمل دوشة ليه؟ الناس نايمة. اصلك تستاهل التحية يا برنس. طول عمرك وش خير عليا. ربنا اكرمني من وراك. عندك ضيوف. ضيوف مين يا شحن؟ ناس 10 على 10، عربية مرشيل زلموكة بالتليفون. عموما انت تستاهل كل خير. انا وصلتهم لحد البيت بنفسي. بنفسك؟ ايوه. قول. دوري ومسكك كويس في الكرسي. يلا
رجال السرور لقيوه بس هرب منهم ومعاه بنت صغيره. بنت صغيره؟ تبقى بنت مصطفى؟ بنت مصطفى بنت العفريت، لا هتقدم ولا هتاخر. ازاي؟ ده هي دي المفتاح يا صفوت، المفتاح اللي هيفتح لنا حاجات كتير قوي. انا ما اعرفش حاجه، اعملوا اللي انتوا عاوزين تعملوه، مفيش حد بيقتل ميت وانا ميته من زمان. اسمعي يا وليه يا رشان، صحيح محدش بيقتل الميت، لكن الميت ممكن يتعذب. تحبي وانت مشلوله كده تبقي عاميه كمان؟ ها؟ ايوه صفا، كباكا خد البنت الصغيره يوصلها لعمها في الصعيد الجواني. اسمع، اتفق مع سرور ورجالته. ايوه لازم نستناها من دلوقتي، والكل لازم يفهم ان الفلوس هي اللي تهمنا قبل كباكا. كم رونالدو دول؟ كلهم كلهم كانوا 150 بقى 35. هاتوا يلا عشان تروح تنام. والمجلات؟ هات المجلات يلا. بعملك مرتبة عشان تنام عليها. هو انت ما عندكش بيت؟ عندي، بس المفتاح بتاعه ضاع مني. نروح لوكاندا ولا هتقولي مفيش معاك فلوس؟ لا معايا فلوس بس معيش بطاقة. عشان تعرف ان العيشة معاك بهدلة. بهدلة؟ بطلي غلبة. هي الليلة دي بس هتنامي، من بكرة الصبح بدري هنسافر. بهدلة. كان عندكم في الملجأ تلفزيون؟ وكان معانا بنات بتشرب سجاير كمان. سجاير؟ الحمد لله لجات على قد السجاير. شفتي فيلم ياسمين؟ كان في بنت العلوبه زي كده، كانت مع انور وجدي. عارفه انور وجدي؟ انور وجدي وانور السادات. الله يرحمهم الاثنين. انا عايز تبقى العلوبه كده زي ياسمين. بس انا ما بعرفش اغني. ومين قال لك انت هتغني؟ انا عايزك تعملي كل اللي هقول لك عليه. عايزك تبقى جن. ايه؟ جن. بتاعي ليه؟ طيب خلاص. اركب اركب يلا، اركب على جنب، اركب. ارجع ورا ونام في حضرتك العربية. هات طفاية حريم من عندي. افتح على جنب، افتح على. انت بتعمل ايه؟ مفيش شايف. ياسمين، انت خايفة؟ لا مش خايفة. برافو عليك، في كرتونه قدامك افتحيها. دي فيها مسامير. خدي منها شويه كتير وارميهم في السفينه. برافو يا سميرة، على ما انه الراجل ما كانش فيه الحاجات دي. ادي بص يا بنت مصطفى ابو العز جامد.
ناخد نفسنا ونفكر شويه. السكه دي بتودي على فين؟ مش عارف. في حد يمشي في سكه وهو مش عارفها؟ اه، الهربانين يمشوا في اي سكه، وانا وانت هربانين، في ناس عايزين يقتلونا. ويقتلونا ليه؟ بعدين بقى لما تكبري هتعرفي كل حاجه. هو لازم الهربان يفضل يجري؟ ده لازم يستريح يا كباكا. شوف لنا حته نستخبى فيها. وبعدين انا عايزه اكل وعايزه انام وعايزه. ايوه عارف، عايزه حاجات كتير قوي. قول يا مسهل يا كريم. يا مسهل يا كريم. استعجل ليه؟ ملهوف على ايه؟ السكه دي ما توصلكش لشي واصل، بعد شويه قدامك جبل. على كده احنا تايهين. اي والله تايهين. محدش بيتوه في الزمان ده الا الغشيم. قل لي، انت تايه بمزاجك ولا غصب عنك؟ بمزاج يا راجل الطيب، وتعبان. تعبانين قوي. تعال ورايا. محدش من المطاريد يطلع الجبل ومعاه بنت صغيره زي المحروسه دي. هناك الديابه تنهش نهش. بنتك دي؟ لا. سرقها من اهلها؟ لا. امال ايه؟ دي امانه رايحه اوديها لعمها في كحت الجبل. انت فين وكحت الجبل فين؟ المهم مش وقت الكلام، كل. الفلوس دي أمانة زي البت بالظبط. أبوها الله يرحمه دفع عمره علشان شوية الفلوس دول، وأنا لازم أوصل الأمانة دي كاملة. خد دول. كيف هتوصل الأمانة كاملة وأنت كابش في يدك فلوس وبتقول لي خد؟ توصيل الأمانة محتاج مصاريف كتير، والفلوس دي من ضمن المصاريف. أنا عارف طبعا إن مهامك أكبر من كده بكتير، بس دي فلوس بنت يتيمة. الفلوس عندي ملاش عايز أواصل. الفلوس عندي ورق ملوش قيمة، حتى الغنم ما ترضاش تاكله. احسن لك توصل الامانه كامله لصاحبها، مش ناقصه حاجه واصل. ياسمين انت فين؟ انا تحت الخروف. انا خروف؟ لا نو. غري 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 غري
نلعب مع الخرفان. الخرفان يا حبيبتي مش ارانب. ريحة ايه؟ انت عملت ايه؟ ده كلام حته خروف يخليكي تعملي في روحك كده؟ ده مش مني يا كباكا، ده من خروف. قصدي كان كده، معلش. روح هاتي شنطه هدومك، هناخد حمام ما حصلش. لازم تتلاقيك جامد. مش بالصابونه دي ولا من بتاعه دي، حرام عليك. انا مش خروف، انا بني ادمه، انا عايزه لسه صابونه زي اللي بشوفه في عنات التلفزيون. انا اللي يهمني جمال بشرتي. صابونه التلفزيون ما ينفعش يشيل الجنخ اللي على جثتك ده. دي بتشوه. كلا ثم كلا يا سيدتي، انها فقط خشنه في البدايه، ولكنها مع كثره الاستعمال تصبح ناعمه، ناعمه كالحرير. ليش نخيل الصعيد جواني؟ انها تزيل البقعه بل تزيل الجلد نفسه. بنت الوقاف دي عمها اسمه ايه؟ محمود ابو العز. قلت لي البلد اسمها ايه؟ تحت الجبل. تلاش عم ايوب، بكره الصبح بكثير هكون ماشي. انا مش عايزك تمشي دلوقتي، انا عايزك تهمد هنه على قد ما تقدر لحد ما الجماعه الملاعين اللي بيطردوك ما يزهقوا، كل واحد يروح لحاله. والله عم ايوب ما افتكرش الناس هتزهق. ده في حل تاني. ايه هو؟ كفايه اللي عملته لحد كده، مش لازم توصل الامانه لحد صاحبها. يجرى ايه لو جه هو في السكه واستلمها منك؟ وهنبلغ عمها ازاي؟ ونجيبه هنا ازاي؟ بسيطة دي، انا مفيش حد بيطاردني ولا بيجري ورايا بالحديد والنار. اسافر واعاود وعم البت في يدي. جرى لك ايه؟ عم بتبحلك فيها كده ليه؟ انت بتعمل كل ده ليه؟ ده انت حتى الفلوس مش عايز تاخدها، وانا ضيف طياري، لا تعرفني ولا اعرفك. قبل ما تسالني كنت اسال نفسك، بتعمل كده ليه وبتخاطر بعمرك ليه؟ مصطفى ابو العزه ابو البت كان صاحبي، انقذ حياته وانا في السجن، اتقسم بينه وبين رغيف عيش، وفي عهد لازم اوفيه. يعني في سبب عشان تعمل كده؟ ايوه انا عندي سبب، لكن انت ما عندكش. انت بتعمل كده ليه؟ بكسب عيشك بالسرقة مش كده؟ كده انا كنت بكسب عيشي من القتل. قتل بني ادمين؟ قتل انت يا عم ايوب مش كده؟ ما تبصش لحالي دلوقتي، بص لحالي زمان. زمان كان قلبي ميت، كان المدفع في يدي، ادوس على الزناد يطب قدامك قتيل، وكل قتيل وله ثمن، من 1000 جنيه ل100,000 جنيه. لكن خدت ايه؟ كسبت ايه؟ وخسرت ايه؟ خسرت مرتي واولادي. لما بنيل تاني قبض عشان يقتلني، ولما قاتل بينوى على قتل قاتل زيه، بيخاف ليكون هو القتيل، والخوف ابو القسوه. حصد كل اللي في الدار، كان فاكرنا وسطيهم، لكن انا كنت نايم فوق السطح بعيد. صحيح بعد كده عرفته، وعرفت مين اللي قبضه، وصفيت حسابي مع الكل، لكن فضلت انا خسران في الاول وفي الاخر. محدش يقدر عذاب النار غير اللي انكوى بيها. عرفت ليه دلوقتي انا بساعدك؟ انت هنا بقالك كتير يا عم ايوب؟ اللي عايز الدنيا يحسب ايامها،
وانا مش عايز احسب. خاف لو راتك معايا وانت كده مبسوط. مبسوط مع الغنم لكن مش مبسوط مع نفسي ولا مع غيري. ايه قلت ايه؟ تحب اسافر واعاود واعمل بيت في يدي؟ لا اذا كنت شايف كده يبقى على البركه. يبقى وصيتك الغنم مشواري نهار وليل، واول النهار الثاني اكون عندك. رجالة صفوت ورجالة سرور تقريبا مسيطرين سيطرة كاملة على كل الطرق والمنافس في وجه إبلي، وبالتحديد في المنطقة بين محافظة سوهاج ومحافظة إبلي. ده غير إنهم بيعملوا دوريات مستمرة. حد منكم عرف الهدف اللي بيدوروا عليه؟ الفلوس يا باشا. إيه اللي يحرك العصابتين في وقت واحد إلا إذا كان حد استولى على الصفقة وهربيها؟ طب مين هو؟ وإشمعنى الصعيد؟ بعد إذن سيادتك يا فندم، مفيش قدامنا غير بدر سليم. ومستنيين إيه؟ شدوه. تمام يا باشا، تمام يا فندم. علينا ساعتك يا فندم. ايه يا بنات؟ اللورد كرامة. الحكومة جوه. كان عاوز منك ايه يا لورد؟ نفس اللي سألوا عليه رجالة سرور، مين اللي كانوا مع توتو؟ وقلت له؟ ما تقهرش نفسك قوي كده يا لورد. أنا اللي مزعلني إن أنا عمري ما كنت لا صاحب ولا شريك. يعني كنت هتعمل إيه؟ على رأيك. وش تشوه قوي يا بنات؟ عملية بسيطة ترجعك قمر. ربنا يخليكوا لي يا حبايبي بنت. النملة مش هتعرف تعدي على الطريق فريق ايه، ولا هو هيعرف يرجع مصر. بلغ الرجاله الضرب في المليان. انا متاكد ان الفلوس معاه في العربيه، وحتى لو ما كانتش معاه لازم يدفع الثمن. احنا هنستناه هنا ان شاء الله سنه. في حد في طريق الجبل الشرقي جايز يرجع منه زي ما راح منه؟ ابو سريع وبدانجو رايحين جايين ما بيعدوش الهوا. عاوزة سمك. سمك؟ في علب سردين عندنا، السردين هو السمك برضه. عاوزة سمك صاحي. سمك صاحي؟ وانا اجيب لك منين سمك صاحي دلوقتي؟ في هنا سمك صاحي كباك، عاوزة منك. بقول لك ايه، انا دماغي مش ناقصة، مش عايز الدلع ده. يا رحت مرجحها مرجحلة مصحاني من النجم عشان اعملها لي. يلا. طب انا منين اجيب لك السمك الصاحي ده؟ احنا في حته مقطوعه وما فيهاش لا سمك ولا اي حاجه. انا شفته. طيب تعال وريني هو فين، وبعد كده بنتصرف هنعمل ايه. طب بالراحه، خلي بالراحه. طيب عايزين دبوس ابره نعمله صناره. هاتي. استني. طيب استني. عندك كم سمك؟ اثنين. مش كفاية؟ دي البلهارسيا دي بتسبب الفشل الكلوي وتضخم الطحال
وتليف الكبد ودوالي المريء وسرطان المثانة والنزيف الداخلي والعقم. يا ساتر استر يا رب. طب وايه العمل يا بحاج؟ عليك وعلى الوحدة الصحية هيعملوا لك كل التحاليل الطبية والعلاج هناك ببلاش من غير ما تدفع نقدية. هي كلمة، طول ما ندي ظهرنا للترعة عمر البلهارسيا بجتتنا ما ترعى. كباب ايه عزيز؟ هي الترعة دي ميتها بتيجي منين؟ منين؟ اللي انت اصطدت منه السمك؟ اه من اللي ما اصطدت منه السمك. يبقى انت اخدت بلهارسيا ولازم تروح الوحدة الصحية. انت هتروح الوحدة الصحية مع الواد عبد السلام. الواد عبد السلام مين؟ اللي بيطلع مع محمد رضا. تعال. مصطفى ابو العز كان غلطان. اول مرة اعرف انه كان غلطان. الواحد يتمنى عمر جديد عشان يعيشه معاكي، خصوصا لما اكون ابوكي. ازاي يبقى عنده كنز جميل ولذيذ زي كده ويفرط فيه؟ انا المفروض يعيش ليه؟ الحته دي بتوجعني مش عارف. السمكه اتحرق ولا حاجه؟ يصير كده. هناكله برضه. الله يسلمك يا ولدي. امال فين عامل بيت؟ ما لقيتوش يا ولدي. سالت عمده البلد نفسها ما اكتفتش بكلام اهل البلد. محمود ابو العز ساب البلد بقاله 3 سنين، بيقولوا سافر يشتغل برا. ناس بتقول في ليبيا وناس بتقول في الخليج وناس بتقول في بلاد الواق الواق. مالك مستعجل على رد الامانه ليه؟ ما هي معاك لحد ما تلاقي صاحبها. نويت ترحل مش كده؟ العيشة هنا عم ايوب اذا عجبتني مش هتعجب البنت. انا معايا امانة صعبة شوية. بنت عايزة تروح مدرسة وتشوف الدنيا، تجري وتهيص وتلعب، يبقى لها اصحاب صبيان وبنات. هنا الحاجات دي مش موجودة. عملت حساب الملاعين اللي واقفين لك بالمرصاد على الطريق؟ انا اصلي حسبتها من جديد عم ايوب. انا هعمل زي بتوع الكورة، هعتزل واعمل مهرجان. انا هسلم الفلوس للحكومة وانا كفاية على المكافأة، وانا الحمد لله زي الفل، لا مع بتوع المخدرات ولا مع بتوع العملة. انا مع البت دي وهفضل معاها على طول. في الاخر بقى هتلاقي الباشا وزير الداخليه يروح طالع في التلفزيون يقول في حقيبه ايه حلوين، وصرت هتطلع في الجرايد وانا مبتسم عامل كده. ها تبقى حلوه. ما تستناش لما توصل مصر وبعدين تبلغ البوليس. حود على اقرب مركز وسلم نفسك للمامور. ارجع مصر يا ولدي بالبوليس بدل ما ترجعش واصل. كله على الله عم ايوب. Thank you.
اللي تحت بسرعه. لمس الارض. خليكي زي ما انت. دول مش هيعتقونا لغايه ما ياخدوا الفلوس. فلوس ايه؟ بعدين ابقى فاهمك. ما تديها لهم. انا ماما سايب لي فلوس كتيره في البنك تكفينا احنا الاثنين. دماغه من ايه ده؟ انه هو هي دي العربيه. اليوم ده بانه مش هيعدي يا سنين. قدامنا غير يا النيل يا الهيش. انزل بسرعة. دخلوا استخبوا في الهيش. وانا هعرف ازاي اخليه يخرج. شو اخويا. النار هتحرقنا. النار ممكن تحرقني انا. انا غلطت كتير. انما مش ممكن تحرقك انت. شيء بريء وجميل. قول يا رب يا رب يا رب يا رب.
يا رب على سنة هي مش على سنة انا. يا رب قول يا رب يا رب يا رب.